السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. النهاردة معانا تحميل دريم ليج سوكر 2022 بمودة المنتخبات العربية ومود كأس العرب يا شباب بشكل احترافي وبشكل جميل. زي ما انت شايف عندك اللعبة جميلة جدا بشكل احترافي وبشكل جميل. انت شايف عندك هنا شكل الأندية، عندك هنا شكل الأندية، شايف عندك هنا شكل الأندية بشكل احترافي. انت شايف عندك هنا البطولات اللي فيها الأندية، وعندك هنا الكاس، وعندك هنا شباب الملعب، ملعب كأس العرب، وعندك هنا ملعب، عندك هنا اللاعبين العرب، عندك سفيان الرحيمي، وعندك اللاعب علي مبخوت، وكل اللاعبين العرب برهيمي اللي كان يلعب في المنتخب الجزائري أمس في كأس العرب في نهائي كأس العرب، وفي فيجاني الساسي، يوسف البلايلي بتاع منتخب الجزائر، وحسن رياض منتخب العراق، و محمد توجاي، وكل اللاعبين المنتخب احمد الشناوي، وكل لاعبين منتخب العرب السوليه الشريف، كل لاعبين كاس العرب الشباب اللي كانوا يشاركون في كاس العرب. شايف عندك هنا كل لاعبين كاس العرب ومنتخبات العربيه التي كانت تشارك في كاس العرب 2021 2021 في قطر. وهذه لعبه دي اس 21 بمود كاس العرب، نلعب على طول بالتيشيرت الابيض الذي يرمز للمنتخب المصري ويرمز للكأس العربي بكلنا أخوة شباب في بطولة العرب كأس العرب. وعلى إلى المباراة شباب، إلى المباراة وننطلق على طول في المباراة. تورينو نلعب ضد تورينو الإيطالي، تورينو الإيطالي بنجوم العرب، نلعب بتورينو تورينو تورينو نلعب ضد تورينو الإيطالي بمنتخب العرب. عندك هنا علي مبخوت في الهجوم، ورحيم يوسفين رحيمي، يوسف البلايلي، وعندك هنا إينا اللاعب النيجيري في تشكيلة تورينو الإيطالي. على طول شاب على ماجبري ماجب، نعطيها لمبخوت، نعطيها لمبخوت، مبخوت من البلايلي، يوسف البلايلي، يوسف البلايلي، يوسف البلايلي، يوسف البلايلي، يعطيها ليوسف سفيان إبراهيمي، سفيان إبراهيمي اللي لعب هذا اللاعب، هذا اللاعب، وتسديدة والهدف العالمي من هذا اللاعب. اسمه ايه؟ اسمه هاني بالمجر، بالمجبر، ماشي ماشي، شغال شغال. عايزين لاعب مصري، طيب يشارك، طيب لاعب مصري ياتينا الاجواء المصرية في الهجوم. عندك هنا محمد شريف، ونزلوا علي مبخوت، يخش شريف، وعندك هنا السلية، ونزلوا الله الجبري عشان انا مش عارف اسمه، معلش احنا بنتكلم بس كده. نكمل على طول الماتش شباب، هنشاركوا في كل اللاعبين العرب، بس اظن كده فضلنا تبديل واحد، هي قوانين الفيفا وقوانين اللعبة. انطلق فرجاني، فرجاني ايامك يا فرجاني، ايام الزمالك يا فرجاني الساسي، حتى تذكرون فرجاني الساسي ايها الشباب الذين كنتوا تابعين قناتي ايام فرجاني الساسي، والتمريرة والاروع، وبتعمل ايه وفي الكرة القائم، كرة في القائم، ونزول على طول السلية وشريف، وخروج لهذه اللاعبين الذين ضيعوا الكرة في العرض يا شباب. على طول نعطيها له، على طول لعب اينا اينا اينا، ناخد من الكرة اينا، نديها لي على طول لمي محمد شريف، محمد شريف، محمد شريف يحاول يعمل اي حاجة، محمد شريف يعطيها له، ولكن ما توصلش، تعمليش توصلش، نعطيها لهذا اللاعب محمد شريف، نديها لتاني السلية، والسلية وتسديدة، والسلية وتسديدة، وخارج الميدان، خارج الميدان تسديدة شباب. نريد ان نعطيها للاعب محمد شريف مرة اخرى ليسدد هذه الكرة. طول الكرة هذه، هل هذا في الدوري ام في ال هذا فريندلي ماتش ودي، لكن ماشي مش وفق دوري، نعطيها له لكن توصلش، توصلش للاعب، اللعب محمد اللعب تورينو امس، تمر عليه السلام وامام توصل في ايده، وهلا عليك يا بنون، بدري بنون يديله كسره كده على السريع وياخد منه الكوره على طول، بدري يا لو بدري بنون، بدري بدري، يوسف البلايلي بصيها للسلية، والسلية وزع محمد شريف، ومحمد شريف وتسديده ولا ايه، وسيرجيو يمسك الكوره بسلام وامان على دفاع تورينو، يعطيها تاني، يعطيها تاني لمين، يعطيها ليه محمد شريف، محمد شريف، ويعطيها تاني لمين، السلية يحاول يخطب الكرة، السلية 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 السلية
والله بلايلي السلية وبلايلي بلايلي 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 وشنين بلايلي وشنين بلايلي وشنين بلايلي وشنين بلايلي وشنين بلايلي وشنين والتسديد هو كورة كورنر كورة ركنية على طول شباب بلايلي وشريف على طول والتسديدة لكن في إيد الحارس على الزاوية الضيقة وتوصل الحارس على طول فيها كورة طول بدر بنون يوزع والتسديدة ولا إيه ولا هدف يضيع هدف يضيع على طول يا شباب لمنتخب العرب على طول يا شباب عندك الكورة والعالمية الأجواء المصرية اجتهاد فرجاني فرجاني ساسي فرجاني 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 والتسديدة بعيدة تسديدة بعيدة شباب عن الميدان يعني فيها عطول تاني توصل لي مشريف مشريف يخطف من أمام الحارس اللاعب المدافع لكن نوصل يخطف من أمام المدافع بعد مرتدة سريعة برهيمي 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 أحسن لاعب في البطولة برهيمي برهيمي وما تلفش الكورة معانا الكورة ما تلفش مع برهيمي ياسين برهيمي لاعب متواجد بطولة كأس العرب أمس يعطيها له محمد شريف يديها محمد شريف يديها محمد شريف يديها محمد شريف محمد شريف ينطلق ينطلق بالكورة وتوصل تاني لياسين برهيمي توفيق رحيمي كان رحيمي هذا توفيق رحيمي سفيان رحيمي والتسديدة والهدف من سفيان رحيمي عالمي سفيان رحيمي يلف بدفاعات يعمل بيهم مس يجيبهم رايح جاي وسفين بسم الله عليك وتاني يقول له بسم الله عليك ويلف بدفاعات نادي تورينو يحطها له في الزاوية اليمنى على طول على يمين الحارس شاب كرة روعة بشكل احترافي على طول يديها له على طول شاب كرة عالمية بشكل احترافي اضغط 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 اعطون مين هذا اللاعب هذا اللاعب يا ترى مين ده اسمه لاقح الحالي اعطون التسديده العالمي اللاعب مين اللي عمل الاسيست عمرو السلية يحرز الهدف على طول بعد ده اداء عالمي من هذا اللاعب الذي مر بالميدان بطوله وبصها حلوه قوي واديها له على الشمال عالميه والله يديها لبص يعدي بيوم على طول السلية ما يكدبش خرب وتسديدة عالمية على طول السلية السلية وعلى طول ده المدافع بدأ واقف لحد ما حد جه ضغط عليه طلع الكرة صارت اللي فرجاني فرجاني وبعيدة فرجاني فرجاني وده بعيد ومسكها الحارس بأمان هذا طلعتش منه طلعتش منه لو كانت طلعت تحتسب خطأ لدفاعات هجوم النادي النادي كأس العرب كأس العرب على طول حلوة اللي محمد شريف وتسديدة خارج الميدان يا شريف يعمل ايه محمد شريف والتسديدة خارج الميدان بوم محمود بيلم الحارس لكن ما اتلمش هو اللي لم نفسه خلاص خلاص عم الحاج خلاص بيدينا تعليمات عطول نعطي الكورة للاعب محمد شريف تاني محمد شريف محمد شريف محمد شريف مش حد يضغط عليه محمد شريف والتسديدة ولا هدف على طول من شريف ياخد الملعب بطوله ويروح على طول ينطلق بص بيوم حد ويعطيها له كورة عالمية عطوها له كورة عالمية فآخر 5 دقائق في المباراة بعد الفوز 4-0 على نادي تورينو الإيطالي يديها على طول الكرة توصلش توصلش توصل لدفاعات رينو عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد توصل على طول حلوة توصل لعبد الحميد لكن وتبقى بينتهي المباراة بفوز منتخب نجوم كأس العرب بالفوز 4-0 لمنتخب لتورينو فوز 4-0 شباب ونجم المباراة محمد شريف بعد نزول وتسجيل هدف وصنع هدف اسيست وهدف شفنا هنا الهايلايتس العالمية للعب
وبكده يا شباب كان الفيديو بتاعنا خلص. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عندك هنا لعبة جميلة جدا، ويسلام.